وسوسنا كامل من الكورونا، والوالدة تاعي مرضت وفات علينا بيريود صعيبة بزاف. ما قصتناش على كل حال، الحمد لله كنا خادين الاحتياط تاعنا، كنا دايرين الحجر الصحي نعقموه هكذا كيما راني معاك انا، تباعد متر متر ونص، ما نخمش مع الناس، ما نسلمش عليهم، الحمد لله. الحمد لله ما قصتناش لا انا لا الزوج لا الاولاد، لكن عندي في العائلة دي سوغ دي كوزين صرا عندهم، كيما اون كوزين مات شيخها عجوزتها وكل تقاسوا. خفنا كامل يعني ما على بالناش يساجي دو كوا اكزاكت، مي الحمد لله ابارامون انا شخصيا جست عليا كامينو ما مرتش بها، يعني ما على باليش اسكو كيما يقول لك لي ميزيور بريكوسيون اللي ناخذ فيهم الاحتياطات، وربي هو الحافظ يعني. بون انا بيرسونيلمون ما توشاتنيش صح، مي لي بارون نو ماشي لي بارون لي غران بارون ما جونغ جدي وجداتي ماتيرنيل توشاو بها بزاف 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 بزاف، بريسك قعدوا ان موا 25 جور اوسبيتاليزي وخرجوا نو بارلون با. بور موا ماشي كيما الغاشي، انا نطبع عندي شويه لافونس، سما ميم وكي تجي كورونا ولا ما تجيش ما عنديش اشكال، كان عيبات كيما انا وكان لي لالك اللي يخاف كان لي يدير بافات يدير ليغو، دوك انا ميم تجي كورونا ما عنديش اشكال، عرفت اللي مدها ربي مرحبا بها. يعني الشك يكون يومي، هذا طبيعي يومي، لانك يوميا راك تخرج ترجع كذا تشك، ولكن المعطيات تاع كورونا كي تشوفها انها مش متوفره فيك خلاص ترجع، يعني هي قضيه ثواني نسبي العلاقة في الحقيقة. يعني الحمد لله يعني متفاعلة مع الحياة عادي جدا، يعني كنا نقعدوا مع كورونا مع واحد ما عاد يخدم، واحد ما عاد يتجاوب مع الحياة، معناه نقعدوا في مكاننا نعتبروا أنفسنا كأننا مع في حرب كذا ولازم نعيشوا. درت وحكمني شغل الوسواس، نحس روحي شغل صدري ما يشمش، شغل تحس بروحك تفهم كي تروح الطبيب يقول لك ما عندك والو. يا اخي عقمنا الطبيب شفنا كونترول، عندنا هذه الامور الحمد لله، يا صحه جيده والله صح. صح شفت ناس مساكين كانوا معايا وراحوا ما يومين حتى يقول لك دايم الله، واحد كان يخدم معنا مسكين دايم الله، امور كاين امور هذه الشيء كاين شيء ما يخص انا ما يعني ما قاسنيش، كاين بعض الناس نعرفهم يعني نعرفهم مليح وقاسهم ونتمنوا لهم الشفاء ونتمنينا لهم الشفاء والحمد لله، وكاين اللي بعض منهم توفوا، ولكن احنا اللي حدين اليوم الحمد لله اولادنا نحافظوا عليهم ننصحوهم نحافظوا على عائلتنا نحافظوا على توفات لي الام العزيزه، ولكن ماشي كورونا توفات، كانت مريضه والله يرحمها. حكمتني انايا بصح ماشي كيما الناس، بون رحت عند الطبيب اعطاني تريتمون نورمال، شربت لي تيزان في الدار والحمد لله. قصنا الأزمة تاع كورونا وهيما مرضت وتوحشناها، هي مرضت 2% دارت الحجر 15 ولا 20 جور مرضناها، مرضت ولت ندخلوا لها الماكلة بالبلا، وزعما فاتت علينا بيريود تري تري ديفيسيل. أنا ما قصنيش بصح كاين الناس اللي قصتهم ممكن في صوالح غامقين بزاف بزاف بزاف، مي انا الحمد لله انا دائما هكذا ما قاسنيش، ما مرضناش ما تمرمدناش، عرفنا كيفاش نمشيو مع الكورونا هذه، بالك كاين ناس ما عرفوش كيفاش يمشوا، يخرج الوقت اللي جات يدخل الوقت اللي جات، التعقيم ما كاش، بزاف صوالح، مي انا الحمد لله بور لو مومون الحمد لله. هذه بيان سور قاستنا كامل كيما قاس العالم بكماله، ما كان لا خرجه لا تحواس لا كلش حابس. سي نورمال طول الموند دي سو بريسيون، الواحد ما عندوش حتى اماكن ترفيه وين يخرج، عندي ولاد بنتي ما كانش وين نديهم في الدار غير ينقزوا مساكن، طول الموند ايتي توشي باغ سا سي سارتان، بلوس لا كريز فينونسيير، كاين الناس اللي خدامين بروفيسيون ليبرال كان ايتي اوبليجي دو فيرمي غلقوا حوانت، كاين الناس لحق عليها رمضان ما عندهاش باش تقضي. الازمه هي من الجانب النفسي، يعني شغل الحياه تبدلت علينا حبينا ولا كرهنا، شغل سيرتو في الشهر الاولين يعني الكونفينمون والحاله شغل خفنا، يعني دون زان مومون دوني حسبنا لا فان دو موند، قلنا بلي دوكا ما، والحمد لله يا ربي جازت والحمد لله، كاين عباد مساكن ثاني تقاسوا يعني اكثر مني،
كاين اللي التجاره تاعهم حبست، كاين اللي يعني لي زونتربريز تاعهم يعني يسرحوهم ما خدموش. بون بسيكيكمون قاسنا بزاف. الخرجه بيريود تاع كورونا رحنا للبحر، واه رحنا للبحر، وبسيكيكمون جونغ في الدار كنا كي يخرج بابا يشري عند الباب نعقم وهكا بجافيليت، وما كناش عايشين اليز. ابار سا صافا الحمد لله. انا عانيت شويه من الازمه، امر كيما نقول لك مديني خصك شويه دراهم، امر تخرج تخش تحس روحك الليب. بصح انما الحمد لله حنا نسلكوها الامور يا خويا. هي بصفه عامه مادام قاست الشعب معناها قاستني، وبالتالي مادام الشعب مضرور انا مضروره في كل الاحوال، لانه الانسان في حد اذا ما كانش اخوه يعاني وهو قاعد فرحان، هذه مشكله في حد ذاتها، مشكله اجتماعيه. مرفوض اننا نجاوب على السؤال هذا كشخص مادام مضرور، اذا انا مضروره. قاسني الله عاونوني، الناس عاونوني، الله غير عاونوني، ما خرج من الدار، ما كانش شغل قلت شغل قلت لك ما كانش لبيس، والله غير الناس عاونوني، والله عجب لي ماك حتى الدار دراهم حق. لا لا الحمد لله نعمه، ما كورونا كاع الناس راهي صعوبات شويه، بصح الحمد لله يا ربي واحد كيكون عنده واش ياكل ومستور هذاك هي الصح. ما قصنيش يعني صراحه، ما قصنيش احنا العكس، رانا في الميدان باش نعاونوا ونسمعوا للناس اللي يحتاجوا اللي ما عندهم، بما اننا نلعبوا الدور تاع المجتمع المدني. ولكن انا الحمد لله يعني نحمد الله ونقول ان شاء الله يروح علينا هذا الوباء. شوف ما نبداش بيا، ما نهضرش عليا انايا، بصح كاين شي ناس والله العظيم غير اكثر من لاغير مونديال، الحرب العالميه اكثر، على خاطرش ما مشي يشوف وست راك حبست له كلش، ليكونومي راح، دي بي بويسون وليكونومي راح لهم. بون ما نهضروش على هذوك اللي عندهم تاويل وكذا، مي على الشعوب هم 200 200 ما كاش في حاجه الازمه، وحنا هنا برك راهي هكذا كيترولي وطرمو، كاين ازمه تروح على برا للجبال وروح تشوفهم سيرتو في هذا البرد. واش نقول لك، والله ما يش فيا، بصح راني نحس شويه في هذوك الناس. قصنا الازمه بزاف ماديا، و سوفرينا مع المصروف قليل، ومع ما كيفاش جيغي ليكونومي في الدار، وبزاف حفايس قصني من الناحيه الماديه قصني. ما خدمناش، مام ولادي ما خدموش، تشوبرنا شويه مشاكل، درت لنا مشاكل في الدار، درت لنا لابريسيون، دراهم ما كانش يرحم باباك اللي تخبط راسك في الحيط، يجي يقول لك وليدك في عمره 20 يقول لك بابا اعطيني شري صباط ولا اعطيني شري تريني، قال منين نجيب له انا؟ نقعد غير فهمتني؟ هما ما خدموش، كانوا من ذاك كيما قال لك حبيبي يحطوا هكذا في الطوابل، ما كاش والو، زيرو دورو. ومن بعد تعرف الحمد لله بالعقل رفدنا روحتينا سي نورمال. انا شخصيا ما قاستنيش، قلت لك انا متقاعده وعندي راتب تاعي. بصح باغ اكزومبل عندي اختي اللي راجلها بروفيسيون ليبرال كيحبس من الخدمه فريمون، وقعت في ازمه ونيتي اوبليجي حنا نرفدوها. الازمه الماديه والله اون طونك انا خدام في شركه وطنيه، صافي شخصيا يعني الحمد لله ما قاستنيش، واحد ما يكذبش الحمد لله يا ربي، مي توجور الانسان يخمم الناس يعني اللي ضروا، ان شاء الله ربي يرفع عليهم كما يقول لك يفرج عليهم، واش نقدروا نعاونوهم نعاونوهم، رانا هنايا ماشي مشكل. الازمه الماديه ما قاسناش باسكو لي دو بارون زعما خدامين عند الدوله، بصح زعما الازمه الماديه ما قاستناش، بصح زعما كي قعدنا نشوفوا لونتوراج اي تو تما شفونا هذوك الناس وعاوناهم بشي اللي كاين الحمد لله. ماديه اما الماديه الحمد لله ما عانيتش ماديه، باسكو نافيغي عانيت شويه مديه هكذا شويه مهاوشه كوفروفو بروسي من مسوا، انما الحمد لله يا ربي جست على، يقول لك ان الله يمل ولا يهمل. ضرر ماديا او هي ماديا او معنويا، مادام الناس ما نشوفهمش يتحركوا بحركه عاديه، مادام البيع والشراء التاجر مضرور، مادام الانسان العادي ما يقدرش، نص المعدات تقريبا غير موجوده، معناها مضرور، معناها الضرر موجود، ولكن انت كيف تخلق الحياه في وجود الضرر؟ لازم ناخذ بعين الاعتبار كانه شيء عادي وشيء واقعي ونلغيه من الدماغ تاعي ونمشي عادي. انسان اصيب يعالج وتمشي الامور عاديه، انسان غير مصاب يحاول يعاون اخوه المصاب وانتهى الموضوع. احنا لو كنا كل متكاتفين الامور تمشي بشكل طبيعي.
القضية راهي قضية اجتماعية، هل أنا متعاون مع أخي ولا غير متعاون معه؟ هذا هو السؤال. أما كورونا أنا من أنا لا أراها أصلاً، لأنه الناس مرت بأحداث أصعب من قضية كورونا، ولكن لما يكون المجتمع متكاتف يكون موضوع تافه. أصرت عليا مادية شغل بزاف وأسمع، قلت شغل الناس اللي عاونوني محسنين، والله غير محسنين حتى لدرجة جابولي حق ربي واحد. ما الدنيا ما قاستنيش الحمد لله، بصح على الناس صعوبات شوية، كاين الناس اللي قاستهم بزاف، أمور ما يخدمش، يشوف الدنيا كحلة، لافورونتي، بصح المحسنين والله غير كاينين الناس اللي تعاون. لا بكل الجزائر ما مدوا لا والله غير كاين عاونتهم، يقولوا الجزائر كاين رجال واقفين على البلاد هذه ولازم يكون الخير. ما قصنيش انا كورونا ماديا، ما قصنيش الحمد لله، نحمد الله ونشكر الله، ولكن كاين ناس بعض الناس اللي تقاسوا اللي سمعنا بهم شفناهم وراهم فقراء راهم مضرورين، وحنا ما قدرناش يعني كجمعيات ماذا بينا نساعدوهم، ويعني شفنا كاين بزاف اللي راحوا يساعدوا الزواولة هادو، ولكن ماهيش بزاف، لازم نديروا اكثر لازم. ونقولوا درك حتى لحدنا اليوم الحمد لله ما قاستناش، نتمنى وان شاء الله تروح علينا وربي يجيب ساعه الخير. انا ماديه من بكري، انايا انا من بكري ما ينجمش، اي الناس بيك راهي دير نيمبورت كوا، هادو اللي قاستهم مي هادو انا نشوفهم، انايا انا نحس بهم، نعرف هاد مالغري نكون حكمت لي ولاباس، وانا كنت نقول لك صح كنت عايش في الاوروب كذا الدنيا، مي ماشي هكذا هذا الشعب واش تعطي له؟ كاين لو يخلص 18 واش دير له هذه 18 هذه؟ انا كي نكون براسي وتعطيني 5 ملايين ما تكفيش. ايا واش دير؟ هم يعني نشوفهم نعرفهم انا 45 50 ماشي مزوج وخدام خدام بشهريه. والله متمنية أولا وقبل كل شيء هذا الهم الوباء يترفع علينا بإذن الله، ونتمنى الصحة والعافية لكل الشعب الجزائري. نتمنى وإن شاء الله تروح علينا وربي يجيب ساعة الخير. نتمنى عام سعيد وربي يرفع علينا البلاء والوباء، هذا ما نطلبه.